اخبطنا قياتهم ما عندي شي معقم به هيدية، ماني خابط معاكم. يا ابوي وسوستنا وتحسنا، ابدا من كلكم واحد وكل لكن لا شي يعنيكم. انا بعد وسوستونا وتحسنا. ما نقدم هذه المناظر الرك، ما نقدر نفرط فيها بالخلاط معاكم انتم ولا بقدر من شي. جاي لسه جاي هذه المناظر وجاي المناظر. هذه كيف صاحب خابط مع قومك ولا تشرب. جاي يخبط الاعمار. خباط هلا يطيح. وي اخبط اخبط. نطيح هذا. اطيح تفضل. ولا هي واقفه علي. تفضل. ونعرف الخبير. انا بطيح. قالت لي استشاره. ايوه. اسمعت. ايوه. ماني ماسها. ايوه ها. ماني حاكمها. انا فارض علي انعقم ايديا. شفت لك انه في صاحب. ولاني له المثل ماني كيف تلك. يا ابويا وسوستونا وتحسونا وجنلتونا بالتعقيم القابلكم والاحتراز القابلكم. ابويا جنلتونا بكورونا وجنلتونا بها وطيرتوا صفيقاتنا. انتم مالكم. توفك لا مال. توفك؟ انتم مالك حد عاقل. ومالكم جماعة اللي هم واخذين الدور الحياة والدور التمانوك. أعرفوا على أن هذا المرض زقلنا الغالي وزقلنا الأصدقاء. وعرفوا على أن لابد من الاحتراز. وعرفوا على أن لابد حد ينتلي يمس هذا والله يوخل شور بليدس وصفتها شنهي يحذر ويحترز. يعقم أيديه. حقبة. ويدير كمامته ويقلب ليدات اللي فيها ازدحام ما يجيها يحذر. يحذر على راسه ويحذر من العدوى. الحياة ما أوفات. وعرفوا على انها لا هي قد تستمر مستمره ولا هي قد تستمر الا ذو الاجراءات الدق والاحتراز والتباعد والكمامات والمريدات اللي عندكم ونتحسن بكذا يتحسن لا المرض. عرفوا انكم فقدتوا الغالي والاصدقاء والاخوت يا غير حياتكم امكم لابد قد ماكم صايبين عنها ما تقدوا تقولوا سينصبوا عن الحياه تخلاو. لاحق. كلكم اللي يبقي عدل يعدلوا يا غير اعترفت والله بتي والثاني هو شنو هو الاعتراض والحياة ماشة اللي يبقي يقيس بليده يقيسها اللي يبقي يبيع 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 واللي يبقي يشري واللي يبقي يربح واللي يبقي برتي يا غير لا بد تتم حياتكم الغالية عليكم تمارسوا فيها هذا الاحتراز وهكذا هاي المناظر ما يقد حد بحالكم عدلتوا حياتكم مستمرة وفي حالتكم إلى بقيتوا الحياة مستمرة يا ربكم تعاقبوا عند اللي قلت لكم والله انا اللي موجود ولا من طالب منكم توقف صاحب ويا مدري انا مليان اخبطكم انا من نفسي